احنا بنلاقي لما بيجي فصل الصيف حشرات كتير بتبقى مش موجوده في الشتاء بتظهر، النمل بيزيد. صحيح. حشرات، هل ممكن الحشرات دي مثلا تكون هي اللي بتنقل الامراض؟ طبعا الحشرات، الملاريا اقول لك على سبيل المثال، الملاريا بكل البعوض بانواعه من اخطر الامراض على وجه الكره الارضيه ومنسي، مرض الناس فاكراه بتاع زمان، لا لغايه النهارده الملاريا. حتى كان لسه في بحث من حوالي اسبوعين في المجله الشهيره نيتشر بيهدد ان في نص سكان العالم بنهايه القرن، يعني في خلال 80 سنه البعوض ده هيصيب حوالي 4 مليار واحد، لما تجمعهم كده خلال السنين وخلال كل حاجه وخلال الدول كلها يبقى 4 مليار شخص هيصابوا بالبعوض. الدنج فيفر لوحدها يمكن 300 مليون او من 300 ل 400 مليون في السنه، الدنج فيفر بس. الملاريا حوالي 200 مليون، وبالتالي زي ما حضرتك تفضلتي البعوض بينتشر في الصيف. عشان كده بطالب كل اللي بيشوفونا دلوقتي في الفضائيه المصريه ان هم ياخدوا بالهم من تجمعات المياه في البيت، حتى لو تجمع صغير، لو عنده جنينه ياخد باله جدا ما يخليش اي بقايا مياه او بقايا الري. اللي بيربي زرع في بيته، ودي حاجه جميله بالمناسبه، يعني اللي بيربي الاصاري الزرع داخل البيت جميل جدا، ولكن ياخد باله منها ما يخليش اي بقايا وما يسمحش باي تكاثر للبعوض او النمل او زي ما تفضلت. طيب وحضرتك ذكرت الاحصائيه، احصائيه مرعبه شويه في موضوع جداً الاسهال، في جداً موضوع الاسهال ده والمغص اللي بيجي للاطفال وانتشاره مع فصل الصيف. احنا عارفين انه الصيف يعني بطيخ، هل ممكن حد بقى، لان انت قلت دلوقتي ان في ناس ممكن يجي لهم اسهال فعدد الوفيات يرتفع، صحيح، هل ده معناه ان حد ممكن ياكل بطيخ و لا هو تنتهي حياته مثلا؟ يعني خلينا نقول الكلام العلمي ان الاسهال بسببه امراض، يعني البعوض، الاوقاس في البكتيريا، الجراثيم، الحاجات زي كده، دي الاسباب. لكن سمعنا، لكن ما بتكلمش بقى عن طريق علمي مؤكد، ان بعض الناس بتحقد البطيخ، بعض الناس انما انا اقول كطبيب لو البطيخ ملوث، لو البطيخ اتساب في الهواء يعني من غير حمايه، اتساب في بره، في بره الثلاجه، دي حاجات اي اكل بالمناسبه. لو اتساب من غير حمايه هتبقى الدرجه بقى البيئه الحاضنه، احنا بنتكلم في حر وسكريات هتتخلي الطفيليات تشتغل. عشان كده بننصح الاكل بالذات المطبوخ يتعان في درجة حرارة التلاجة مش برة. يعني حضرتك فاضل أكل مثلا وكلنا بنعين تاني يوم وتالت يوم، ما حدش فاضي لا فلوس ولا شغل، وسبت البيت بالذات مني أنا عارف يعني. وبالتالي أي بقايا ماشي، بس فور أن حضرتك تنتهي من الطبيخ عيني الكمية اللي فاضلة في التلاجة، ما حدش يقول لي ما بعملش كده لانه ده خطر. فعلا ممكن يؤدي الى الاسهال، لانه البكتيريا هتبقى مبسوطه جدا بقى، ما هو البكتيريا الاكل المطبوخ ده بعد مثلا ساعه او اتنين درجه حرارته مش هتبقى 100 ولا 80 ولا 70، هتوصل لغايه 8 او 10 درجات، ودي بيئه جميله جدا للبكتيريا والفيروسات. وبالتالي بقاء الاكل موجود في درجه حراره الغرفه ده خطير، مع انه شوفي امر سهل، اخطر من البطيخ واخطر من البكتيريا واخطر من الفيروسات. في حاجات بسيطه جدا نقدر نعملها في البيت وتؤدي الى السلامه من الحاجات دي.